لذلك فجور أهل الفجور يحصل به أذى لأهل الأرض، فما يحصل من الأمراض والأوجاع والأسقام وما ينقص من الأرزاق وما يحصل من الحروب والأوبئة والخلافات بين الناس سببه معصية الله على الأرض. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه خمسة من كبائر الآثام بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شؤمها ما يصيب الناس في الدنيا. فهذا الشؤم والضرر الذي يصيب المقترف وغيره فيحصل به الضرر حتى على الجمادات وحتى على الأشجار وحتى على البحار وحتى على الأراضين وعلى الطيور وعلى الحيتان، يحصل لهم الضرر بمعصية الناس على الأرض. فلهذا حدد خمسة ذنوب كبيرة رتب الله عليها عقوبات عاجلة في الدنيا. الذنب الأول: ما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها. إذا ظهر الزنا واللواط في قوم فأعلنوا به فأصبح مشتهرا بينهم، لا بد أن يصيبهم الله بالأمراض والأسقام التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. تظهر أنواع جديدة من السرطانات وأنواع من الأمراض التي لم يسمع بها الناس قط، فما تسمعون به اليوم من الأمراض الجديدة التي لم يكن أسلافنا يسمعون عنها بالكلية ما هو إلا من شؤم ذنوب أهل الأرض، إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة. نقص المكيال والميزان في البيع والغش فيه ومنع الناس بعض حقوقهم رتب الله عليه ثلاث عقوبات عاجلة، وهي من شؤم هذا الذنب لا من جزائه. فهذه العقوبات العاجلة ما هي؟ قال: إلا ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. فالسنة معناها القحط، وأخذوا بالسنين معناه جاء القحط فأكل الأخضر واليابس وأهلك بهائمهم وزروعهم وأشجارهم وأثر على حياتهم بالسنين. الأمر الثاني: ونقص المؤونة معناه تنقص أموالهم، والمؤونة هي الأرزاق، ما يرزق به الناس هو الذي يسمى مؤونة، ويسمى مؤونة بالفتح أيضا، فهذا ينقص منه بسبب عدم الوفاء في الكيل والميزان. والأمر الثالث: عصف السلطان. العصف معناه الظلم، والسلطان معناه من تولى الأمر أيا كان، سواء كان حاكما أو واليا أو وزيرا أو مديرا، فأولئك ما يحصل من ظلمهم ما يصل إلى الناس سواء كان ذلك مختصا بالذين تحت إيالتهم كأفراد الشركة فما يحصل عليهم من ظلم مديرها، أو أفراد الوزارة ما يحصل عليهم من ظلم وزيرها، أو أفراد المفوضية ما يحصل عليهم من ظلم مفوضها، أو غير ذلك، إنما هو بسبب نقص المكيال والميزان، فيفشو هذا العصف بين الناس. ثم بعد ذلك ذكر الذنب الثالث فقال: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فهذه الزكاة هي أخت الصلاة، وقد قال أبو بكر: إن الزكاة أخت الصلاة، ووالله لأقاتلن من فرق بينهما. والزكاة تعهد الله برحمته الواسعة لمن أداها طيبة بها نفسه، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وتعهد الله بالويل لمن منعها، فقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالذين لا يؤتون الزكاة توعدهم الله بالويل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه
بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، وما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة، كلما مر عليه أول آخرها أعيد إليه أولها، تطأه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها حتى يفصل بين الناس. فالذي لا يؤدي زكاة ماله، هذا المال قسمان، جماد وحيوان، فالجماد يحمى عليه في نار جهنم، ثم بعد ذلك تجدف أي تبسط أشداقه، نعوذ بالله بالمجاديف، تبسط بسطا عظيما جدا، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. محل الأوقية الواحدة لا يمكن أن تكون فوقها أوقية أخرى، محل 5 أواقي، محل 10 أواقي، محل 20، محل 50، محل 100، محل 200، محل 500، محل 1000، محل 2000، محل 5000، كلها تنال موقعها من جسمه، ولا تحول بينها وبين جسمه ورقة أخرى ولا فئة أخرى، يجدف لها فتكبر أشداقه. وأهل النار يضخمون يوم القيامة تضخيما عجيبا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، يضخم مقعده يوم القيامة حتى يكون كما بين مكة والمدينة، 400 كيلو، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، أقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، الضرس وحدها تكبر حتى تكون كجبل أحد، وتقوى أجسامهم حتى تنال حظها من العذاب. فهذه النار حرها هائل لا يمكن أن نتصوره. فأنتم تعرفون حر الشمس، والدراسات المتوقعة اليوم تقول إن من المحتمل أن تكون درجة الحرارة على سطح الشمس 14 مليون درجة حرارية، وأن كل ثانية يقع على سطح الشمس 6000 انفجار نووي، 6000 قنبلة ذرية تنفجر خلال ثانية واحدة على سطح الشمس. ومع ذلك كل هذا الحر الشديد للشمس هي تكون عقيرة في نار جهنم يوم القيامة، الشمس عقيرة في نار جهنم يوم القيامة، فلا يساوي حرها أي شيء من حر نار جهنم، بل إن الحر الذي في الشمس اليوم والبرد الذي في الكواكب المقابلة لها كله من أنفاس جهنم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فالأرض جعلها الله وسطا بين الكواكب، فالكواكب الحارة الحر الذي فيها جاءها من جهنم وهي تنقله إلى الأرض في وقت الصيف، والكواكب الباردة البرد الذي فيها والزمهرير وصل إليها من جهنم وهي تنقله إلى الأرض في وقت الشتاء. فكل شر في الأرض هو قادم من جهنم، حتى الأوبئة والأسقام والجراثيم والميكروبات كلها من نار جهنم عائذا بالله، كلها من أضرار جهنم عائذا بالله. فإذا كان الحال كذلك فلنعلم أن هذه الزكاة أمرها عظيم، فالذين يمنعونها بين ضرر فعلهم على الناس، فقال: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. هنا لم يقل منع المطر، فالمطر معناه الشيء الكثير، لكن قال منع القطر، مجرد الرش، إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم، رحمة الله بالبهائم، لولا وجود هذه الرحمة لم يمطروا. ثم ذكر المصيبة الرابعة، وهي عدم الوفاء بالوعد والعهد. قال: ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فعهد الله مسؤول، يقول الله تعالى: إن العهد كان مسؤولا، ويقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالعهد عظيم عند الله، ومن عاهد إذا كان يفي بعهده فهذا وصف من أوصاف أهل الإيمان،
وإذا كان يخلف عهده فهذا وصف من أوصاف أهل النفاق. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق منها علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وصح كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. كل صاحب غدرة أيا كانت في الدنيا ينصب له لواء للشهرة والتشهير به عند استه، عند مؤخرته يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان، حتى يشهد عليها الخلائق جميعا. وهذه الفضيحة التي ما مثلها فضيحة، عائذا بالله من الفضيحة ومن خزي الدنيا وخزي يوم القيامة. ثم ذكر المصيبة الخامسة فقال: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالحكام من المفروض أن يحكموا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخالفوا أمر الله، لأنهم ليسوا ملاكا للناس، وليسوا ملاكا للأرض وما عليها كما كان فرعون يزعم، فإنما هم مملوكون لله جل جلاله، وهو الذي يولي من شاء ويعزل من شاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل جلاله هو ذو الملك الدائم الذي لا يزول، لا يزول ملكه، ولذلك هو ملك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة، فهو مالكه وهو ملكه. فمعناه أن الدنيا لا تساوي شيئا من ملكه. ولهذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الجبار السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة بيمينه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالسماوات السبع والأراضون السبع يقبضهن الجبار جل جلاله بيمينه يوم القيامة فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فلذلك من يريد مخالفة أمره في خلقه ينازعه كبرياءه. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: والكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. قصمته معناه أهلكته بسرعة هائلة لا تتصور. فلذلك لا بد أن يحكموا بما أنزل الله وأن لا يخالفوا ذلك، فإذا خالفوا ذلك فقد نازعوا الله كبرياءه وملكه في أرضك، وحينئذ لا بد أن يقصمهم. فمن أضرار ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيجعل الله بأسهم بينهم فتقع الحروب والمشكلات والخلافات، سواء كان هذا البأس بالسلاح أو كان بالأقوال أو كان بالأفعال أو بغير ذلك. فالبأس هو بحسب بأس كل إنسان، فمن بأسه بالسلاح يتعلق بأسه بذلك، ومن بأسه في لسانه يتعلق بأسه بذلك، ومن يتعلق بأسه بغير ذلك من أنواع البطش والإفساد بأسه في ذلك، إلا جعل الله بأسهم بينهم.